السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حل كتاب جيم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني الوحدة الـ12 الدرس الأول والثاني صفحة 267. My father's car is very fast. العربية بتاعت أبويا سريعة جدا. It has a good engine. إنها فيها موتور جيد. الإجابة رقم إيه؟ السؤال الثاني My father is very busy at work today. أبي النهاردة مشغول في العمل. He has an important meeting. هو عنده اجتماع مهم. الإجابة رقم دي. بعد كده السؤال الثالث My brother is a قرآن نقاط. He designs machines. أنا أخي وشغال إيه؟ وبيصمم الماكينات. يبقى engineer مهندس. الإجابة رقم B. السؤال الرابع She uses نقاط after the accident. She can't walk. يبقى wheelchair اللي هو هي بتستخدم اللي هي الكرسي بعجل عشان هي مش قادرة تمشي بعد الحادثة. السؤال الخامس قرآن نقاط is the person works with money يبقى الاكاونتنت المحاسب هو بيشتغل في المال. الإجابة رقم ايه؟ السؤال السادس نقاط is a person who studies the ocean هو اللي بيدرس المحيط يبقى هو المارين بيولوجيست اللي هو عالم الاحياء. الإجابة رقم سي عالم الاحياء. السؤال السابع الاحياء البحرية. السؤال السابع A businessman is a person who works in a or an يبقى office A businesswoman معلش هي سيدة الأعمال هي اللي بتشتغل في المكتب الإجابة رقم B office. بعد كده السؤال الثامن scientists نقاط tests in laboratories to make sure of something يبقى do يقوم العلماء بعمل التجارب في المعامل ليتأكدوا من شيء ما. السؤال التاسع You can't go out at the moment مش تقدر تخرج في هذه اللحظة The weather is not today يبقى triple الطقس النهاردة فظيع الإجابة رقم دي. بعد كده السؤال العاشر After exams students wait for the نقاط of the tests يبقى results بعد الامتحانات الطلاب بينتظروا النتائج بتاعة الامتحانات الإجابة رقم C. بعد كده السؤال الحداشر Scientists should not carefully carefully record carefully تمام the results of their experiments العلماء ينبغي عليهم ان هم يسجلوا بحرص النتائج اللي توصلوا ليها في التجارب. السؤال ال 12 نقاط works in an office and goes to his meeting يبقى هنا البيزنس مان مش البيزنس مان لانه رجل اعمال عشان هنا قال لي his وhis اللي هي صفة الملكية لي هي وهي اللي هو المذكر يبقى بيزنس مان اللي هو رجل الأعمال إجابة رقم دي. بعد كده السؤال الأخير السؤال الأخير أفهم الساينتست نقاط to teach us about our planet يبقى volunteered يبقى اللي هم العالم المشهور بيتطوع إنه يعلمنا عن الكوكب أشياء عن الكوكب. بعد كده نكمل صفحة 270 270 وات نقاط a businessman do في الآخر يبقى كده عايز فعل في المصدر يبقى وات و businessman he يبقى does ماذا يفعل رجل الأعمال إجابة رقم C. بعد كده السؤال الثاني عادل ونقاط painted the house for us lives next door عادل عاقل يبقى عوض عنه بهو الذي إجابة رقم D. السؤال الثالث she showed me the photograph of her son نقاط is a policeman يبقى son يعني ابن عاقل يبقى عوض عنها بهو برضو يبقى الذي يبقى رقم A. بعد كده السؤال الرابع that's the girl نقاط works in a restaurant girl برضو عاقل يبقى عوض عنها بهو التي. السؤال الخامس what does the computer program هنا طالما فينا سأل B does يبقى لازم يجيب فعل في المصدر فيبقى do ماذا يفعل مهندس الكمبيوتر او مبرمج الكمبيوتر اللي جاب رقم دي. السؤال السادس ساندي ويلكم تونايت وبعد كده شي يبقى كده عايز سؤال مزيل منفي دايما لما الالف المساعد مثلا مثبت بخليه منفي ولو منفي بخليه مثبت هنا ويل مثبته يبقى خليها وونت منفي اللي هي الاجابه رقم ايه. بعد كده السؤال السابع ميري نقاد هير هوم ورك لاست مانداي ديد شي ديد هنا مثبته يبقى اجيب هنا منفي يبقى ديدنت دو الاجابه رقم دي. بعد كده السؤال الثامن they are going home from school وبعد كده اداني نقاط هنا are مثبتة الفعل المساعد يبقى aren't وخليها الأول بعد كده they يبقى aren't they اللي جاب رقم C.
بعد كده السؤال التاسع she never studies hard، وبعد كده she never هنا بتدل على النفي تمام، و studies اخرها حرف الاس يبقى كده doesn't، يبقى هنفي ب doesn't الاجابه رقم دي. بعد كده السؤال العاشر my uncle Nicole a scientist lives in the USA، يبقى هو الذي انا my uncle عمي اللي هو عالم يبقى هو اس الاجابه رقم دي. بعد كده التصحيح this isn't your pen is this، يبقى is it. رقم 2 you don't want this book do I، هنا you موجودة يبقى برضو you يبقى do you. السؤال الثالث that's the girl which girl عاقل يبقى هو. السؤال الرابع she sleeps early don't she doesn't she، عشان sleeps اخرها is. السؤال الأخير I am good at French I am not it I am not I، يبقى هنا I am بتتحول إلى aren't aren't I تمام، هنا مثبتة يبقى aren't. بعد كده صفحة 280 من الدرس الثالث والرابع السؤال الأول صفحة كام 280 parents want their children to have good يبقى good education، الوالدين أو الآباء يريدون أن أطفالهم يحصلوا على تعليم جيد الإجابة رقم C. بعد كده السؤال الثاني I got lots of نقاط on my birthday party، أنا حصلت على كثير من إيه في حفلة عيد ميلادي يبقى present الهدايا الإجابة رقم A. السؤال الثالث young people should have many نقاط to get a good job يبقى skills، الشباب لازم يكون عندهم مهارات عشان يحصلوا على وظيفة جيدة. السؤال الرابع my mother has a lot of نقاط she has three rings عندها ثلاث خواتم and two necklaces وعقدين يبقى jewelry يبقى عندها كثير من المجوهرات الإجابة رقم B. السؤال الخامس a نقاط is a room or small building where people make or repair things، يبقى هي عبارة عن غرفة أو حاجة الناس بتستخدمها عشان تصلح الأشياء يبقى كده الورشة workshop الإجابة رقم D. بعد كده السؤال السادس what are your plans in the future، ما هي خطتك للمستقبل يبقى 4 الإجابة رقم C. بعد كده السؤال السابع my sister is going to نقاط married next Friday get married، أختي هتتجوز اللي هو الجمعة اللي جاية. بعد كده السؤال الثامن every student studies hard to نقاط the exams، كل طالب بيدرس بجدية عشان ينجح في الامتحانات يبقى pass الإجابة رقم C. succeed مش هينفع عشان بيجي بعدها حرف الجر إن وده مش موجود يبقى pass. السؤال التاسع young children like to wear نقاط clothes يبقى colorful، شباب الأطفال آسف الأطفال بيحبوا يلبسوا الملابس الملونة الإجابة رقم B أو الزيات الألوان. بعد كده السؤال العاشر everyone should work hard to نقاط enough money، enough money يعني مال كافي يبقى earn يبقى كل واحد يجب ان هو يعمل بجدية ليكسب المال كافي. السؤال 11 young people like to use نقاط and the internet for a long time without rest يبقى social media، الشباب بيحبوا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بدون راحة الإجابة رقم C. السؤال ال 12 every country has its own نقاط and traditions يبقى culture، كل دولة لديها ثقافة وتقاليد خاصة الإجابة رقم A. السؤال الأخير في الصفحة ديت اللي هي if I have enough money لو أنا معايا مال كافي I'll نقاط and apartment يبقى I'll buy أنا هشتري شقة. الصفحة المقابلة اللي هي صفحة 281 281 إن شاء الله. If I go out tonight احنا دي الحالة الشرطية الأولى الحالة F بيجي بعدها مضارع بسيط اللي هو go فعل في المصدر، الجملة التانية تبقى will فعل في المصدر أو want فعل في المصدر فهنا هتبقى I will go الإجابة رقم B. السؤال الثاني if you بيجي بعدها مضارع عشان الجملة التانية فيها will يبقى هنا you بتاخد فعل في المصدر يبقى get الإجابة رقم A. السؤال الثالث we نقاط late if we if موجودة في النص وبعديها الجملة كاملة في المضارع يبقى قبليها will وبعدين فعل في المصدر يبقى we will، هنا في ليت متأخر يبقى كده عايز فيرب تو بي في المصدر يبقى ويل بي ليت الإجابة رقم C. السؤال الرابع if the weather isn't good لو الطقس مش جيد we نقاط have a picnic يبقى احنا مش هيبقى عندنا نزهة خلوية يبقى won't مش هنعمل نزهة خلوية الإجابة رقم A.
بعد كده السؤال الخامس، she نقاط in London if she gets a job. if موجودة في النص وجملة كاملة بعديها مضارع بسيط، يبقى قبليها will وبعدين فعل في المصدر، يبقى يلا stay اللي هي الإجابة رقم D. I will buy a new dress، أنا هشتري فستان جديد. if I نقاط little money، لو أنا معايا مال قليل. طب استنى كده، يبقى have، بص هي طبعا هي in a will، هيجي بعديها مضارع بسيط طالما بعد if، يبقى هاف تنفع، نشيل ويل دي ونشيل برضو وونت هاف، يبقى المعنى هنا اللي يفرق معايا I will buy a new dress، أنا هشتري فستان جديد. if I have little money، لو أنا معايا مال قليل. don't have little money، معيش مال قليل، يبقى don't have، يبقى الإجابة رقم C. السؤال الأول في التصحيح، زي will went، يبقى will go عشان will بيجي بعدها فعل في المصدر، went التصريف الثاني من go. السؤال الثاني، we be late if we don't، تمام. ثانية واحدة، if في النص جاي بعديها مضارع بسيط، يبقى قبليها مستقبل اللي هو will وبعد فعل في المصدر، يبقى we will be late، يبقى will be. السؤال الثالث، she will take a taxi if، موجودة في النص، if it will rain، دي rain تبقى rains عشان مضارع بسيط، وهنا it بحط الفعل is المضارع البسيط. السؤال الرابع، she will play with us، هي هتلعب معانا. if she come early، هنا if يبقى وجاي بعدها she مضارع بسيط، يبقى she comes تلاقي اس عشان ده مضارع بسيط. السؤال الخامس، do you be happy if you، if موجودة وجملة كاملة بعديها، يبقى هنا will، يبقى will you be happy، will. بعد كده صفحة 289 من الدرس الخامس والسادس، My brother is good at نقاط، he likes English, French and Spanish، يبقى هنا languages، يبقى أنا أخويا جيد في اللغات، هو جيد أو هو بيحب الإنجليزي والفرنساوي والإسباني. السؤال الثاني، a computer programmer is a person who designs a or an، يبقى app اللي هو مبرمج الكمبيوتر، هو شخص اللي بيصمم التطبيقات. السؤال الثالث، my teacher advised me to نقاط writing in practice، المدرس نصحني ان انا امارس الكتابه او اتدرب على الكتابه. السؤال الرابع، you should revise well نقاط your exams، يبقى 4، يجب ان انت تراجع بشكل جيد للامتحانات، الاجابه رقم C. بعد كده السؤال الخامس، the نقاط is the area that is outside a town or a city، يبقى country side، يبقى country side اللي هو الريف، هي منطقة خارج المدينة الصغيرة أو المدينة الكبيرة. السؤال السادس، old people always نقاط advice، يبقى give advice اللي هم كبار السن دايما بيعطوا نصائح. السؤال السابع، the teacher asked us to make نقاط for the future للمستقبل، يبقى predictions، طلب من المدرس ان نعمل تنبؤات للمستقبل، الاجابه رقم D. بعد كده السؤال الثامن، scientists try to find new نقاط for dangerous illnesses، يبقى cures، cures اللي هي العلاجات، يبقى العلماء بيحاولوا ان هم يجدوا علاجات للامراض الخطيره، رقم 5. بعد كده السؤال التاسع، the last school trip to great pyramid، اخر رحلة للهرم الكبير، was هتبقى was exciting، كانت مثيرة، الاجابة رقم B. بعد كده السؤال العاشر، I don't know where my cat، I think it نقاط somewhere، يبقى disappeared، انا مش لاقي القطة الخاصة بي، اعتقد انها مختفية في مكان ما. السؤال الأخير، in 10 نقاط I wanted to have a good job، يبقى years اللي هي الإجابة رقم C، في خلال 10 سنوات أنا أريد إن أنا يبقى عندي وظيفة جيدة.